والله الخطاب السياسي تاع الجبهة الوطنية احنا واضحين، احنا الشعب الجزائري اذا كان يحافظ على العدالة الاجتماعية ورقم 19 باش نغير العدالة. العدالة إذا كان استقلالية العدالة، كل جزائري يكون عنده الحق، لأن الشهداء رحمهم الله ماتوا من أجل الاستقلالية العدالة. ونمشي في وسط المدينة ونمشي معهم ويقولوا لي للدواور نمشي معهم، لأن نحوس على صوتهم، هما خاوتي وأنا أخوهم. خطاب دع الهروب ما عندناش في الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية.